طيب يا اخوانا، خلينا نبدا كده ناخد مثال توضيحي على الكونتنت استراتيجي والكلام اللي احنا كنا شرحناه من شويه، وهنشتغل مثال على براند احنا الحمد لله اشتغلنا عليه في شركتنا رقميه هنا. البراند اسمه امريكان فرنيتشر، يمكن البراند معروف شويه في مجال الاساس وصناعه الاساس وكلام زي كده، وبفضل الله تعالى احنا حاليا احنا شغالين له على بروموشن استراتيجي، وان شاء الله قريب تشوفوه على الصفحه بتاعته. تمام. الفكره باختصار بتبدا بالاتي: بنبدا اولا بيكون عندك دي الاجنده زي ما يمكن اتكلمنا، ان بيكون عندي بروموشنال استراتيجي فيها الكلام العام بشكل عام احنا على المستوى الدعائي هنتحرك ازاي، وبعدين بنزل في كونتنت استراتيجي بفصل انا هعمل ايه بيزد على الكلام اللي انا حطيته فوق، يعني بيزد على الايديا اللي انا طلعتها والكلام ده كله. تمام كده يا اخوانا، معايا ولا نمتوا؟ طيب لو مسكنا كده على طول وبدأنا بالبروموشنال استراتيجي، اول حاجه فيها هي الاوبجكتيفز والاودينسز، بعدين بنبدأ نتكلم في الكرييتيف دايركشنز ونتحرك ازاي على مستوى الفكره، بنتكلم برضو على التايم فريم وايه الاحداث اللي هتحصل معايا، بتكلم عن البراند اتريبيوتس سواء التون الفويس البرسوناليتي، بشوف التشانلز اللي انا هشتغل عليها، وكمان بعمل ايفالويشن للكامبين بقول له يعني انا دلوقتي الكامبين اللي انت هتشوفها دي متوقع تحقق نجاح ازاي. بعد ما بنعرض الكلام ده بنبدا نتكلم في الكونتنت استراتيجي من ناحيه الكونتنت تايب، الثيم اللي احنا نشتغل عليه، الاكشن بلان، الايديتوريال كالندر، وبدي له كمان سامبل من الكونتنت عشان شكل كده، انا هعمل كونتنت شكله كده، مش شرط اعمل له احسن ديزاين ولا اعمل له احسن حاجه، وبعد شويه يمكن كمان نشوف التطبيق بتاع الديزاين تشوف الفكره بشكل اوضح، بس الشاهد في الموضوع انك مش لازم توري له احسن حاجه، طبعا لو وريت له احسن حاجه ده خير وبركه، بس احنا بنتكلم في البدايه ان انا لا لسه اخوانا ايه بحاول اوري له وجهه نظري مش اكتر، لانه في الاخر ممكن يقول لك لا والله مش عاجباني الفكره، فليه تبذل وقت ومجهود كبير. تمام يا اخوانا، وهو ده بالمناسبه اللي معظم الديجيتال ايجنسيز بتتحرك عليه، هي فكره ان هو يجهز البروموشن استراتيجي لعميل معين ويروح يعمل عليه ما يسمى بيتشنج. بيتشنج يعني ان هو يعرض عليه رايه، وده يمكن الحمد لله 400 اللي حصل معانا برضو في امريكان فرنيتشر. وخلينا نبدا نشوف بقى اول حاجه. اول حاجه كان بين اوبجكتيف كان واضحه شويه، كان بين اوبجكتيف كان عاوز يركز على البوزيشننج وذ ا بروفيشنال ايمج، يعني لو بصيتوا على الصفحه بتاعه امريكان فرنيتشر لينك من حوالي شهرين او من حوالي شهر كمان، كانت الصفحه الى حد ما يعني من عاديه، هي حلوه لطيفه فيها مليون واحد وفيها ناس كويسين، فيها ناس كلاسي كلاس اي كلاس بي، لكن برضو عادي يعني، هي مش التون اوف فويس بتاعتهم كانت عامه كانتش واضحه، غير كده كانت اللغه بتاعتهم فيها عربي كتير، وحاليا هم لا توجهوا ان اللغه كلها تكون انجلش، والكلاس اللي هو بيترجته هو كلاس اي واي بلس بي بي بلس. تمام. فكان هدفه المره دي ان انا عايز اغير الايمج اخليها افضل شويه، وطبعا اكيد احنا كده كده في موسم، ولسان حضراتكم طيبين، موسم الصيف، فانا عاوز ازود مبيعات وعاوز اخلي الناس تزور المعرض عندي وهكذا. تمام. او المعارض، هو ما شاء الله عنده اكتر من 5 افرع يعني. تمام. لو بدانا احنا نفكر في الكامبين ايديا، احنا لما سالنا هل انت عندك حاجه معينه او منتج معين عاوز تسوق او تسوق له عشان نزود عليه المبيعات، هو قال لي لا، بس يعني يمكن اكبر ميزه عندي او اكتر حاجه انا متميز فيها هي فكره التنوع في الديزاين ستايلز، انا عندي تنوع في الستايلز اللي انا بطرحها في التصميمات اللي عندي، يعني عندي مثلا مودرن، عندي كلاسيك، عندي مش عارف اندستريال، عندي ناتشورال، عندي ميد سنشري مودرن، يعني ما شاء الله عنده تنوع كبير في الستايلز. فمن هنا يمكن جت الفكره بتاعت الكامبين بتاعتنا، احنا قلنا نعمل بومين كامبين كبدايه عشان نضمن ان هي تجو فايرال. البومين كامبين بتركز على الحته دي، ان هي وات ايفر ووز يور ستايل وي يو ويل فايند ات هير، يعني ايا كان الستايل اللي انت بتدور عليه هتلاقيه عندنا، سواء كان مودرن كلاسيك زي ما كنا بنتكلم شويه. تمام. فاحنا عاوزين نركز في الكامبين على دي، المسج الاساسيه في الكامبين احنا عاوزين نركز على التنوع في الستايلز او الديزاين ستايلز اللي عندنا. تمام. فقلنا هنبدا ببومين كامبين وبعدها هنبدا بريجولار بوستس وكلام زي كده. طيب، فدي كانت الفكره بتاعت الكامبين. الفكره بتاعت الكامبين كانت عباره عن ايه؟ بدات بالمناسبه الفكره ازاي حتى عشان تبقى الصوره واضحه بالنسبه لكم، يعني احنا لما جينا فكرنا ستايلز وعندنا تنوع في الاساس وتنوع في الستايلز، طب ما احنا اخواننا كبشر ما احنا عندنا تنوع في الستايلز بتاعتنا وعندنا تنوع في الفكر بتاعنا وهكذا، طب منين ما نبصش بين فكره الفاريتي اللي موجوده في الحالتين. تمام. فبدانا يمكن الفكره من هنا، بس كانت الفكره ما كانتش بالشكل اللي انت يمكن شايفه قدامك ده، كانت الفكره عباره عن ايه؟
انا هجيب مثلا هجيب كرسي او كنبه كلاسيك، تمام، وهجيب جنبيها شخصيه الراجل الكلاسيك، الراجل اللي بيلبس بنطلون وقميص ومش عارف والساعه وشكله ايه والحزام، واخدين لي بال حضراتكم. فبعد كده ايه يعني، لقيت الموضوع سخيف بصراحه. ايه هو ده يعني، انا ليه كل مره اجيب حاجتين؟ طب ما نخليهم حاجه واحده، ونخليها حاجه واحده ازاي برضو؟ هلبس يعني الراجل الاساس؟ لا، الغي ابن الراجل خالص، الغي الاودينس دول نفسهم، خلي الاساس بتاعنا نفسه ستايلش، خلي الاساس هو اللي واخد الستايل زي ما حضراتكم شايفين. يعني انا مثلا بتكلم على اساس ميد سنشري مودرن اللي هو بتاع السبعينات ده، طب ما الميد سنشري مودرن ده الشاب بتاع السبعينات كان بيلبس ايه؟ كان مربي شعره، كانيش كان عامل مش عارف، لابس سلسله، كان لابس نظاره، كان لابس. فعملنا ديزاين فيري سامبل، وديزاين مش متعوب فيه بالمناسبه يعني، هو بس عشان اوضح الفكره، تمام. حتى لما جينا اتكلمنا قلنا ايه، هنجيب فانكي جاي يعني ولد ايه اللي هو يو يو وكلام زي كده وده هيعبر عن الميد سنشري ايرا اللي هي الفتره بتاعت الميد سنشري، وكمان بيعبر عن ميد سنشري مودرن والستايلز بتاعت الاساس اللي كانت موجوده فيها. بس فدي كانت الفكره باختصار، لدرجه حتى احنا لما طرحناها على العميل بفضل الله تعالى عجبته جدا، بس هو كان عنده تخوف من هو احنا نقدر ننفذها على مستوى الديزاين ولا لا. والحمد لله رب العالمين، يعني احنا عملنا شغل حلو جدا في الديزاين، هتشوفوه حالا في التطبيق بتاع الناس الديزاينرز عشان برضو تكونوا متابعين معانا، تمام. فده بس كانت الفكره باختصار واللي احنا بنينا عليه. بعد كده قلنا خلاص يعني، خلاص ده هيتحرك عليه على مستوى 3 شهور، ده التايم فريم بتاعنا. البومين كامبين بتاعتنا كانت هتروح ناحيه زي ما كنا بنقول الفكره بتاعت الستايلز دي، وبعد كده ريجولار كامبين بسيطه بنتكلم فيها عن التيبس، عن الالعاب، انجيجمنت، بنتكلم فيها عن الاودينسز والتنوع بتاعهم وهكذا، تمام. وبعد كده بنشرح بنقول الفتره دي هيكون فيها الصيف، هيكون فيها عيد الاضحى، وبعد كده هيدخل فيها المدارس وهكذا. طيب تعال نتكلم عن البراند كاركترستكس. احنا لو رجعنا للاتريبيوتس بتاعت البراند، البرسوناليتي او التون او الفويس، هتلاقيها كان فيري فورمال، وكان ايه بيحاول يركز اكتر على ان هو حد كريدبل، حد تراست وورثي وهكذا، تمام. فاحنا قلنا لا لا، احنا ممكن نكمل على فكره الفورم، بس مش هنخليها بيور فورمال، احنا ممكن نخليها سيمي فورمال، وهنركز اكتر على الانجليش لانجوج عشان هي ممكن تتارجت اكتر الكلاس اللي انت بتدور عليه. هل معنى كده ان احنا مش هنكتب برضو بالعربي؟ لا، ما فيش ادنى مشكله ان احنا نكتب محتوى بالعربي، بس بيزكلي هيكون التركيز الاكبر على المحتوى الانجليش، تمام. طيب حددنا الميديا تشانل، هو كده كده الصفحه بتاعته ما شاء الله عليها 1,000,000، واحنا كده كده هو بيتارجت الناس بتوع مصر وتحديدا القاهره والجيزه، طب الناس واسكندريه كمان عندهم فرع في اسكندريه، والناس بتوع القاهره والجيزه واسكندريه كلهم موجودين على فيسبوك وانستجرام. فكانت دي الفكره الاساسيه بتاعت الميديا شانلز وهنتحرك عليه ازاي. يعني ما فكرناش ان احنا ننزل اوف لاين، لان حتى لما عرضنا عليه الفكره قال الفكره لطيفه، بس هي هتكون الطف لو كانت انجيجد اون لاين فقط، وده كانت وجهه نظر محترمه جدا طبعا، تمام. كذلك لو بنتكلم على الايفالويشن، يعني انا هقيم الحمله بتاعتي ازاي، فانا هقدر اقيم الحمله بتاعتي بسهوله من خلال ان انا اشوف الريتش بتاع الحمله وصل فين، هل الحمله فعلا وينت فايرال زي ما انا كنت متوقع، زي ما بقول لما الديزاينات والكونتنت اللطيف اللي احنا اتكلمنا فيه ده، هل فعلا هيعجب الناس وهيبداوا الناس يشيروه ويبداوا الناس تتعامل معاه؟ لسه هنشوف، فده برضو اول حاجه. كذلك تفاعل الناس يعني مع البوست ومع الفيديوز اللي احنا هننزلها هيكون شكله ايه؟ الزيارات الحقيقيه، يعني انا لما هو يقول لي لا ده انا الناس بدات تجي لي والناس بدات تزورني، ما ده في حد ذاته يا اخوانا ايه؟ نجاح للحمله، تمام؟ طيب تعالوا، ده كده بالنسبه للايه؟ للجزئيه بتاعت البروموشن. طب تعالوا نتكلم على الكونتنت استراتيجي. الكونتنت استراتيجي احنا قلنا ايه؟ هنشوف ايه انواع المحتوى اللي ممكن ننزله. فقلنا والله في فتره البومين كامبين هننزل البوست بتاعت الكامبين، تمام؟ هننزل حاجات ليها علاقه بالتفاعل، تمام؟ هننزل حاجات ليها علاقه بالشركه نفسها، ومثلا العناوين بتاعتنا، ارقام تليفوناتنا، مش عارف ايه، ولو عندنا اي عروض برضو هننزلها. ده على مستوى البومين كامبين. طب في ريجولار كامبين، في ريجولار كامبين قلنا هنركز اكتر على ليه تشتري مننا، او ليه احنا، اشمعنى احنا، ايه المزايا اللي عندنا. برضو هنتكلم على الشركه، عناوينها، افراعها، كلامها زي كده. هتكلم بقى عن المنتجات اللي عندنا، وهننزل البومز كامله، ممكن ننزل ديكوريشن تيبس، ممكن ننزل تفاعل، وبالتاكيد لازم يكون في اوفرز وبروموشن. فبدانا بقى نحط بيزد على الكلام اللي احنا قلناه ده انواع المحتوى. يلا بقى حط لي اكشن بلان، قول لي هنبدا بكذا، بعديها هنعمل كذا، بعديها ننزل كذا. فقلنا ايه؟ على مستوى البومين كامبين هنبدا بتيزنج فيديو او تيزنج بوست. التيزنج بوست ده هيبقى بيشوق الناس، اللي هو ايه؟ حتى انت ممكن لو دخلتوا على الصفحه دلوقتي هتلاقوا في الكفر اتغير، والكفر بيقول كامينج سون، في حاجه هتيجي قريب ان شاء الله، تمام؟
كامبين لونشنج، بعد كده بنبدا نعلن عن الكامبين وبنبدا بقى البوست بتنزل واحده ورا الثانيه تباعا، اللي هو ايه كل ستايل من الستايلات اللي احنا بنتكلم فيهم بينزل الشخصيه الستايل ده وبينزل الكونتنت بتاعه، بعد كده بنزل عرض، وبعد كده بنزل حاجات ليها علاقه بالشركه. ده على مستوى البومين كامبين. طب الريجولار كامبين هم نفسهم اللي سردناهم، بكل شويه بنكرر فيهم، يعني مثلا نزل دي سبت وثلاث، يبقى دي اثنين واربع، ودي مثلا حد وخميس مثلا يعني. تمام، فده الفكره بتاعت الريجولار كامبين. دي برضو توزيعه الكلام على الاسبوع هيمشي ازاي، دي اللي هي الايديتوريال كالندر. وبرضو اخيرا نختم بالكونتنت سابمنت، ان احنا بنقول له ادي الديزاين بتاعنا، وادي تخيلنا للكونتنت ممكن يكون ازاي. طبعا احنا محافظين فيه على الانجليش لانجوج، التون اوف فويس اللي هي السيمي فورمال، فكره المحتوى اللي بيكونفرت، لان احنا مثلا بنقول لهم ايه في الاخر، لا تعال بقى اشتري وخش على الشوب بتاعنا عشان تشوف المنتجات اللي عندنا وهكذا. اتمنى تكون الصوره وضحت، لو حد عنده اي تساؤل انا تحت امركم. شكرا ليكم.